مرحبا من جديد بكل الناس المتابعانا والناس اللي انضمت لمتابعتنا في ثاني فقرة من فقراتنا في حضرة المساء، فقرة مهمة جدا حنتكلم فيها عن التوحد خصوصا للأطفال وأسبابه وأعراضه وكيف إحنا نقدر نسيطر وكيف نقدر نتماشى ونعالج الحاجات دي. دي من القضايا المهمة جدا، ويعني أصبحت بصورة كبيرة جدا في السودان منتشرة، وده يمكن يكون للوعي الكبير اللي أصبحت كل أسرة يعني تتحدث عنه بصورة يعني منطقية عشان تقدر تصل لعلاج. لكن في بعض الأسر بتحاول تخفي الحالة، يمكن تكون لنظرة المجتمعية، ولكن لا بد من كل الحاجات دي هي تتعالج بصورة أو بأخرى عشان ما نحن نكون في مجتمع وفي أسرة معافى. أكيد من خلال هذه القضية تنضم إلينا من داخل الاستوديو دكتورة ريم يوسف. أهلا ومرحبا بك دكتورة. مرحبا بكم، أهلا بكم، مرحبا منتجين القناة، مرحبا السادة المشاهدين. أهلا ومرحبا بك منورانا الليلة. إحنا نتكلم في موضوع مهم شديد يا دكتورة، واحتمال لمس بيوت كثيرة في السودان. إحنا عايزين نعرف كيف نسيطر عليها، لكن بداية خلينا إحنا نعرف كيف أعراض التوحد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بكل فخر أم لطفل توحدي، ابني وحيد يوسف. أول حاجة أنا بقول إنه من أصحاب النعم، هو نعمة من الله سبحانه وتعالى أكيد ألهمنا بها، ويعني عطاء غير محدود لحب غير محدود من ربنا سبحانه وتعالى. أول حاجة طيف التوحد هو اضطراب، إحنا بنشوف إنه اضطراب هو ما مرض، ده واحد من الحاجات لازم نعرفها. يعني بالنسبة لاضطراب التوحد هو بيأثر على العقل في حاجات كثيرة، اللي هي بتكون في شنو، في سلوكيات، في اللغة، في التحدث، في التعامل اجتماعيا مع الناس. طيف التوحد هو ذاته يعني هو نوع من أمراض التوحد، لأنه التوحد ذاته بيتدرج تحتيه أمراض كثيرة. فأنا غايته عن تجربتي، ولدي عنده طيف توحد متلازمة أسبرجر، فهو في متلازمات منه، يعني في أمراض كثيرة. ما ممكن نقول لفظ توحد على كل أمراض التوحد، هي مقسمة ذاتها بدرجات وأطياف. أيوه. طيب أنا أول حاجة أنا والله أهنيك على الكلام الطيب اللي أنت بديتي به، وعن فخرك بأنه أكيد عندك طفلك بيعاني من اضطرابات التوحد. ونحن نتمنى كل الأسر لك كل الاحترام، كل الأسر تتعامل مع كل الحالات بصورة إيجابية عشان تقدر تتعالج، والعامل النفسي هو دائما مهم في علاج كل الحالات. نعم. طيب أنت على خلفية ما ذكرتي أنه في طيف التوحد وفي التوحد. أيوه. طيب الاختلاف شنو بيناتهم؟ طيب الاختلاف في حدية الأعراض. الأعراض أيوة الأعراض بتظهر من طفل لطفل بتختلف، لكن في طيف التوحد الطفل كاد يكون ما بيستجيب لك نهائي، حتى استجابته للعلاج أو التأهيل بيكون متأخرة غيره عن الطفل الطيف التوحدي. الاضطرابات ذاتها بتظهر في أشكال معينة، اللي هي شنو، الدوران، العصبية. العصبية ذاتها في عصبية بتظهر في طيف التوحد الشديد، يكون بطريقة مزعجة جدا بالنسبة للأهل. يعني عدم خروجه من الروتين بتكون في الاثنين، عدم النطق أو النطق وبعدين شنو، يعني كنا بننطق بعد شوية بقوم نقف من النطق من الكلام، التأتأة، الغنى بطريقة معينة، يعني إصدار صوت زي الشخص الآلي، يعني عرفتها. أهم الحاجات اللي أنا أقدر أفرق طيف التوحد من عدم طيف التوحد بعد فترة العلاج، أنا بشوف كده، لأنه التشخيص ما بيتم إلا بعد الطفل يكون عمر ثلاث سنوات. قبل الثلاث سنوات أنا أقدر أشخص الطفل عنده شنو، لأنه ممكن يكون شنو تأخر لغوي بسبب تلفزيون أو تلفون، استخدام ناتر كثيرة له، عدم وجود الأم ذاته معه. طيب. لأنه محبوس في حتة مثلا، الناس اللي بيسافر أو الناس الأم عاملة اليوم كله أو موظفة. برضو من الحاجات السيئة اللي هو شنو، أنا طفلي شفت فيه حاجات وزي ما يقولوا شنو داريتها، أو قلت ما مشكلة بيكبر بيتغير، لكن في سمات ظاهرة شديد منها، رفرفة الأيادي، المشي أطراف الأصابع، الدوران، متابعة أي حاجة ما انترس الناس تتابعها، يعني مثلا دوران العجلة، دوران الإطار بتاع السيارات. فدي حاجات بتخلي شنو، بتخليك تفكر الطفل ده ليه بيعمل كده، ما زي أخوه. وممكن عادي يعني ما مقياس إنه شنو، يقول لك الطفل الوحيد هو اللي بيكون بيجي وتوحد أكثر من غيره. لا هي بس أيوة الدراسات بس أثبتت حاجة واحدة ودي صحيحة، إنه أربعة يعني معدل أربعة لواحد البنات، يعني أربع حالات قصاد بيت واحدة، أربع حالات ذكور ممكن يكونوا مصابين بتوحد قصاد بيت واحدة. السبب شنو ما معروف بصراحة، لكن ممكن نقول أسباب بيولوجية بيئية، تعرض الأم لوقعات، صدمات، ضربات، تعرض الأم أيوة استنشاق لحاجات كيميكلز، المعادن الثقيلة، الحاجات دي كلها دي ممكن تكون أسباب، يعني هي حاجات مكتسبة باختصار كده. أيوة بالضبط. طيب يعني
من طفل لآخر يعني معرض أو مصاب باضطرابات التوحد، هل النسب متفاوتة؟ والله متفاوتة. وبعدين شنو انت يعني ما بتقدر يعني تحدد، لانه احنا بصراحه ما عندنا دراسه كافيه في السودان. يعني ممكن لو اخذنا بامريكا احنا ما تبع القاره ذاته، لكن احنا في السودان لو عملنا دراسات اعتقد انه شنو حنغي من قصه موضوع انه شنو نكون عندنا احصائيات ونكون نقدر نتكلم بها. نعم اكيد لاسباب علميه وحاجات كده. طيب في طفل مما يولدوا عشان تكتشفي انه هو عنده توحد بعد 3 سنين، في طفل بعد ما يكبر بعدك بيجوا التوحد، ايوه الحاجه دي بيكون اسبابها شنو؟ طيب هي نفس الحكايه ما معروف لها سبب، لكن عدم الانخراط يعني انه ما بيدخل مع الناس في سوشيال اكتيفيتيز، قاعد براو ومزوي مع نفسه، تجاهل الاهل ليه هو الانشغال بتاع الاهل ذاته بالضبط كده اللي هم بيشوفوه. وبعدين هم ناس جينيس على فكره، يعني عندهم مهارات دائما بيكون حد كبير من الذكاء، ايوه نعم يعني في الاي تي بيكونوا ناس شطار شديد، ممكن في التركيب الهندسة، الطب كذلك برضو في دكاترة على فكرة حسي يعني بيقولوا إنه شنو الطفل المتوحد إذا تم معالجته من بدري ممكن يصبح ذول يعني شنو يكون في تغييرات. هو طبعا ما في علاج للمسألة بصورة مطلقة، لكن ممكن يكون في تغيير لحياته صح؟ يعني هسه حاليا انت بتتكلم عن انه في يعني ذكاء كبير جدا ممكن يكون يعني المصاب بهذه الاضطرابات، ما في تعارض ما بين الإصابة وما بين التعليم أو الذكاء؟ نعم لا ما في الدليل لغايته أنا تجربة حية ابني يوسف. نعم الدليل برضو أنا شفت ناس كتار منهم اللي هو في ستيف جوبز، في تتحت الهوى إذا قلت لنا ميسي. أيوة ميسي ده أنا بالنسبة لي بشوفه مقياس، الناس يقول لك شنو دمه تقيل ميسي ده سخيف، هو ما دمه تقيل أو سخيف هو كده تركيبته كده، لأنه ما غرور ده اضطراب ده شكل كده لأنه أيوة أيوة. بعدين هو زول شخص حنين لأنه الدليل إنه شنو عنده أسرة وبيحب أسرته وعمل عيلة يعني أيوة. فإذا معناها التوحد فيه علاج يعني. ممكن نحن نقول يا هديل إنك لو مصاب بتوحد ممكن تعمل لك أسرة تكون أسرة بأطفالك، ممكن تكون أسرة وممكن تكون زول ناجح وممكن تحقق أهدافك وأحلامك كلها، لكن المعالجة برضو بتكون مهمة لأنه أنت قاعد وسط مجتمع أكيد محتاج ليك وأنت محتاج ليه. لكن أنا كنت أدرس سؤال، إحنا عندنا مراكز بتاعت علاج التوحد، هل المراكز في السودان شغالة؟ شغالة بصراحة، لكن بس في بدون ذكر أسماء في ناس بصراحة ماخدين الموضوع كبزنس كتجارة. يعني في جزر حاصل على الأمهات، فعشان كده في معظم الأمهات بيقول لك شنو ما بقدر على تكلفة أودي طفلي شهري أدفع مبلغ معين لانه مرتبه كم ودخلها محدود غير المبلغ. هم اذا ماخذينها من ناحيه بتاعت بزنس او من ناحيه بتاعت استثمار العلاج اكيد ما حيكون ماشي صح او ماشي بالترتيب، يعني اكيد ما حيكون في علاج. هم ذاتهم بيطلع بالمدى الانسانية والرساله ما كواليفاي، المشكله انه يكونوا ما كواليفاي حاجه ما يعني ناس ما مؤهلين ما دارسين ما مدرسين. طيب يا دكتوره ريم، يعني انت قبل ذكرتي المجتمع الامريكي وهو بيختلف بعيد عن القاره الافريقيه. لا. في امريكا في دراسات ومؤخرا في بين كل 1000 شخص بتوجد 6 حالات مصابه بالاضطرابات، هل في السودان في دراسات يعني بينت عدد نسب المصابين في السودان او حتى ولو كانت على اقل تقدير بنسب تقريبيه؟ نسب تقريبية ممكن نقول 3 لأنه أنا ما متأكدة بصراحة أقدر أفتي فيها، لكن لو عملنا دراسات احتمال كبير نلقاها أكثر، لأنه أنا بصراحة يعني من خلال معارفي بقيت أسمع كثير التوحد، كل يومين بسمع زول عنده طفل عنده توحد، الموضوع يتفشى كثير. المجتمع شكله كده يعني يتغير أو في حدثت نقلة حتى كان في على مستوى التوحد كثير جدا من الناس بتحاول تغطى على المسألة، لكن الآن بدأت تحاول تعالج وبحاول تبحث عن مراكز للعلاج أو للتغيير. هو طبعا نحن مسألة العلاج كل الدراسات أثبتت أنه ما في علاج مطلق، ولكن ممكن يحدث تغيير على أقل حدة في نسبة الإصابة بالاضطرابات. طيب مدى إقبال الناس على هذه المراكز على حسب واقع تجربتك أنت؟ والله بصراحة كثير وأكثر حاجة من الأم، وللأسف أنا بشوف يعني الأمهات بيجوا من يعني أكثر 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 أمهات بيقول لك شنو الأب رافض يصدق إنه الطفل عنده المرض. طيب بسبب شنو بكون؟ بيقول لا عادي ده دلع. فشوف الموضوع دلع، لأنه طبعا الأم بتكون هميمة أكثر. أكيد طبعا بتكون حاسة هي ذاتها بالحاجة، أيوة. وهي الأقرب صح؟ أيوة. الأم بتلاحظ أكيد، الأم مما بتردح طفلها بتعرف طفلها في عنده مشكلة. طيب لازم. في برضو ناس كثيرة زي ما هم رافضين فكرة إنه ولدهم يكون متوحد وما متقبلين الفكرة حتى بينه وبين نفسهم، هم رافضين أصلا. طيب هم ما عندهم مشكلة عايزين يعالجوا بس رافضين يودوا مركز،
انت من خلال تجربتك انت حاجات اوليه لازم هم يعملوها عشان تقدر تساعد في ان هم ذاتهم يقتنعوا بانه يمشوا مركز. طيب اول حاجه ملاحظه الاعراض. الاحظ الاعراض اول ما حسيت او شكيت ولو 1% انه طفلي فيه حاجه ما طبيعيه، طوالي امشي لمتخصص في الموضوع ده. ده واحد. اثنين، ابدا بدوره تدريبيه لي ولي طفلي. نعم. وانا ما عايزه ادخل انت اول حاجه غريب. تتدربي أيوه. كيف تتعاملي معه، كيف تتعاملي مع طفلك، كيف تاهلي، وكيف الحاجات الامراض يعني حاجاتنا الطبيعيه اللي بنعملها في البيت، الحمام، استخدام الحمام، الاكل، الشراب، الكهرباء، المويه، كيف يستعمل الموارد بتاعتنا العاديه دي. لا. طيب من وين تتلقى التعليم ده؟ والله مثلاً. انا بصراحه انا كتجربه انا اخذتها من مركز، انا اخذتها من مركز، لكن ممكن حسي اليوتيوب، انا ممكن اخش في محاضرات في اليوتيوب ودورات وورش يعني انا حتى يعني لو على الهواء ممكن اقول في من الدكاتره المصريين انا متابعه عنده ومتابعه معاه وما بعرفه معرفه شخصيه لكن بتابع صفحته. طيب ادينا اسامي عشان الناس كلها تستفيد. أيوة، حتى الناس اللي دكتور احمد عبد الخالق هو دكتور معالج عنده قناه على اليوتيوب، هو دكتور مصري عنده دائما فيديوهات في التيك توك بسيطه جدا ممكن ثواني بتفرق لو سمحت عنه او سمحت عن التوحد عنه بتحس انه التوحد حيتعالج وقتي بس انت امشي بخطواته. طيب لو انا عندي طفل وزي ما قلت من الاعراض انه هو ما بيتكلم، ايوه انا لو عايزه اتعامل معه وعايزه انا احاول ابدا في الخطوات بتاعتي وانا اتكلم معه، اول حاجه انا مفترض اعملها شو؟ طيب اول حاجه انا لازم اتاكد هل طفلي بيسمع، هل طفلي عنده مشكله في سقف الحلق، دي انا حاجات ما اقدر اعرفها لانه انا ما دكتور. تتاكدي منه ان الحياه كلها سليمه، ايوه لازم الوظائف بتاع جسمه كويسه، امشي طوالي على الطبيب، الطبيب بعد ذلك بيوجهني بقول لي شنو عنده او ما عنده، ممكن يطلع عنده مشكله في القوقعه، عنده مشكله في سقف الحلق ملتصق مع اللسان، يعني في مشاكل زي دي. اذا كانت ما في ابسن طوالي انا ابدا في شنو في موضوع بتاع علاج تاهيل نفسي، ده كان شنو مختصه اخصائيه نفسيه. دي اول خطوه بتكون من الخطوات الاولى بعدها علاج نفسي. ايوه بعدها في علاج ثاني اللي هو علاج شنو التاهيل، اذا بيكون في مركز او ممكن يكون في بيت، وانا افضل انه في البيوت لانه في السعوديه عندهم حاجات جميله جدا، بيجيبوا معالج نفسي يكون للبيت لانه يعلم البيت كله. بدل ما انت تودي طفلك في الاربع او ست ساعات يتعلم حيجي البيت بيحصل له دروب. ليه؟ لانه ما في زول عارف اللي بيحصل هناك. ايوه ايوه. فاحنا لو بدينا بكده الام ذاتها ممكن تاخذ يعني خطوات بسيطه تعرفها يكون بينها وبين المركز في كونتاكت. ايوه انا حعمل شنو؟ توريك الحاجات الستبس انت التدريبيه وتعمليها. صح. العلاج كله على الام، انا بشوفه على الام. طيب يا دكتوره خلينا احنا نتكلم بواقع الحال وبطبيعه الحال في الاسر السودانيه، يعني كيف نحن نقدر نتعامل حتى على الاسره الممتده الاسره الكبيره مع طفل التوحد؟ طيب اول حاجه ما نعامله على انه معاق، كلمة إعاقة أنا ما بحبها وما بقدر. ممكن يحس بها هو ذاته؟ أيوة ممكن. هو حساس جدا ومرهف. طيب هو عنيف؟ الإحساس يعني لا عنيف إلا إذا كان عصبي جدا في حالة شنو التوحد التام اللي بيكون شنو ما في زول قادر يفهمه. أنا ما عندي لغة تانية غير إني أصرخ، لغتي اللي بصرخ بها دي ده تعبير عن حاجة أنا ما قادر أوصلها لك. فهو ما عنيف أبدا، بالعكس هو كاد يكون وديع، خواف ممكن تقولي يعني ممكن ما يضرب، ممكن حساس. ما يتعامل بالضرب. أيوة حساس جدا، ما بعرف يضرب، ما بعرف يعني شنو، ممكن لدرجة إنه شدت ما حساس أو ما بحس بالألم. إذا ضرب الطفل المتوحد كثير بتحصل بيكون ما حاسس بالألم الضربة، يعني أنت ممكن تلقى يده مضروبة وما عارف، ما بقول لك إنه ضربتها. دي من الحاجات اللي أنا حصلت كان مع طفلي شفته إنه قبل كده ضرب وما كنت عارفة ضرب صباعه لما اللون تغير. ففي حاجات كده يعني مؤلمة مفروض نركز فيها. دي من الأعراض ممكن نقدر نقول عليها. أيوة عدم الإحساس بالألم، الصوت العالي برضو الإزعاج. ممكن أنا حتى طفلي كان عنده مشكلة في قراءة القرآن بصوت عالي. دي لأنه شنو يعني كان زول القارئ كان صوته شوية ما جميل، ما يعني بالنسبة له ما تقبل، ما مريح، لأنه صوته أيوة ما مريح. فكان من ضمن الحاجات المضحكة في المدرسة إنه كان بحب الكريستين وقال هو كريستين. ليه؟ لأنه الكريستين بيحبوا موضوع الكالرين التلوين، التعامل بالمحبة الكده. فبعد ذلك غيرنا الطريقة بتاعت شنو استجابته للقرآن. ما شاء الله حسب الناس اللي بيقروا بصلي الصبح حاضر. يا سلام. رسالتك للأسرة الممتدة. طيب أول حاجة نساعد الأم، الكاتب كلنا نساعد الأم، ده واحد. اثنين نتجنب خالص استخدام عبارات لها علاقة بيام يا متأخر يا متخلف يا كده، الحاجة دي نتجنبها خالص تماما. نعم. نساعد الأم في إنه شنو نعمل معاها الحاجات الأساسية، يعني ما ندي التلفون، نبعد عنه قصة الحاجات اللي بتمنع التواصل البصري. أيوة بس دي الحاجات اللي ممكن نساعد بها الأم.
طيب شكرا لك يا دكتورة ريم يوسف. شكرا. سعيد سعيدين جدا بالمساحة دي، تعرفنا عليها على حاجات مهمة من خلال تجربتك الشخصية، وكمان عرفنا المشاهد على أهمية كيف تحافظ على طفلك وكيف تعرف طفلك من قبل ما يفوت الأوان. ولازم ترجع وتكرر ونكرر، لازم لو عندك طفل متوحد لازم تشوف مركز عشان يقدر يساعدك وتعالجه ويكون لك حاجة عظيمة جدا في حياتك. نعم. أكيد يا أولي، بس بنقول الرقابة والمتابعة أكيد. أول بأول هي بتفيدك. نعم. وبتتجنب مشاكل كثيرة جدا ممكن أيوة. تحصل له. والعامل النفسي دايما عززوا لأطفالكم.